شبك يا ابي؟ شبك يا ابي؟ من هذا لحقته؟ اجا كان ما غشوني عيوني. والله اعلم هذا نفس الشاب اللي قوص علي. شلون عرفته يا ابي؟ مو قلت انه كان متهم؟ من عيونه يا ابي، نفس العيون، نفس تطليعة الخوف اللي كانت بعيونه لما قوص علي الخرطوش. متأكد يا ابي انه هو؟ احتمال كبير يكون هو، بس كان بدي وقت اطول لحتى اشوف عيونه منيح. بس وين بدي اروح حقي وحق المختار اللي قتله؟ ربك كبير، الا ما يعاد تحت ايدي شي يوم، وساعتها بدي بلبس عيونه التنتين. امشي يا ابي امشي. مين بيعرف انك اجيتي لهون ولا مقوصة؟ ما حدا. ما حدا؟ يعني كمان طلعتي من بيت عمك انور هريبة؟ شو ادعي عليكي؟ لك شو ادعي عليكي انا؟ يا ماما، يا ماما ان شاء الله حاجبها. هلكتي يا البنت من اول ما اجت. بوس ايدك عاجي، والله مو وقته هذا الحكي. خايف عليها؟ مو هي سبب لحشتك بالفرشة؟ الله وكيلك هي ما دخلها يابا، والذنب مو ذنبها، كل الحق علي انا. انا اللي قلت لها بدي احفر حفرة للحيط، وهي ما كانت موافقة. بس انا هددتها واجبرت على هذا الشيء. امي عامل لك اياه مع العلاقة. عم بتدافع عنك كمان؟ بتعرف انه انت بجوز تضل طول عمرك ما تقدر توقف على رجليك؟ الايام عم تعيد حالها يا فاطمة. اللي عملته العيبة زهرة بزمانها مع ابن الجيران، صوت المغضوبة ملاك مع ابن عمتا. ومين اللي ناوي تورطه هالمرة يغسل لك عارك ويقتلها؟